شو بتقول الأفلاك لمواليد العذراء بشهر أيار مايو من عام 2022 على الصعيد المهني؟ عزيزي، هيدا شهر التغييرات المفاجئة والانقلابات والتحول نحو ما هو غير متوقع، لازم تتأقلم معه وتتكيف مع مستجدات يمكن ما تكون مريحة 100%، بس ما بتشكل خطر بالإجمال. بتتعاقب ظروف بتحول المسار إلى معبر جديد. هالشي بيشعل بنفسك الحماسي أو بحفزك على اتباع خط مغاير لشي عرفته حاليا، ويمكن تتحمل مسؤوليات جديدة وضاغطة وسط ذهول البعض أو مع شعورك بأنك مجبر لا بطل. ميركور وبمعظم أيام الشهر بيستقر ببرج الجوزاء، ولحتى تاريخ 23، كما أنه مارس ثابت ببرج الحوت لتاريخ 24. هالموقعين عادة بخضوا أوضاعك وبيدعوك لتحرك حتى ما يصير قصص غلط، أو لتقبل ما يجري ببعض الأحيان بدون اعتراض أو رفض أو تحدي. لكن النتيجة ما رح تخذلك بالإجمال، خاصة إذا حافظت على إيجابيتك وسرت نحو أهدافك بتكتم وهدوء وبدون الإعلان عن مثلا غضبك أو عن مشاعرك السلبية. لا شك في جديد رح يدخل حياتك عزيزي العذراء، أو رح يفرض عليك انعطافات جديدة. بتسأل حالك بتكيف معهم أو برفضهم؟ كل شيء محتمل، شرط أنه تدرس وضعك بإمعان وتكون مستعد لتقبل نتيجة قرارك شو ما كان. فينوس بمنزلك الثامن أي بالحمل بيفتح دورة جيدة للاستثمارات وبيزيد من حماستك واندفاعك. أما كوكب ميركور بالجوزاء فبيعزز تواصلك مع المحيط الاجتماعي وبيتحدث عن لقاءات مميزة وحوارات آتية. الحدث الأهم مثل ما قلنا هو انتقال جوبيتر إلى برج الحمل بتاريخ 11، يعني إلى منزلك الثامن. لما كان بالحوت كان عم بيعكسك، بالحمل بيكون محايد، لا بيعاكس ولا بيدعم. بس كتير منيح حتى ما تحس إنه في استثمارات عم تتعرقل، لا بالعكس بدل أنه في نجاح بمجال العقارات، كما بعملية مالية ناجحة أو بيتحدث عن إرث في بعض الأحيان وعن فرص كبيرة للانتهاء من أزمة شراكة بهالوقت. في عائدات مالية كمان يمكن تطرأ بصورة غير منتظرة وتتبلور أكثر بمنتصف الشهر لما يكتمل الأمر ببرج العقرب ويعمل خسوف. بنحكي عن الأوضاع الشخصية بفيديو تاني.